بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الحالة دي كنت شفتها معروض عليا. الحقيقة ان انا دي راح كانت عاملة ايه في الاستقبال، يعني انا مربط ابيز و ودايبيتك وكده، اخد بالك؟ فالديفرنشال دايجنوز بتاعها واسع قوي، بس الاي بي جي ده انا عايز نبتدي نبص عليه. اغلبنا كبتوع كلى بيبص دايما على البيكارب والسي او 2 والبي اتش وكده، لكن انت لازم، انت لما لو اشتغلت رعايه او اشتغلت مظبوط لازم قبل ما تبص على دول تبص على ايه، الساتوريشن اوكسجين تحت ده 90%، معناها 90% ان هو العيان ده عينه دي ارتيريال، وبالتالي اقدر احكم على الجازز واحكم كمان على البيكارب والبي اتش. فانا اول ما بصيت هنا، اول ما لقيت ارتيريال 90% رحت بصيت على طول على السي او 2 وبص على الكربون دايوكسيد، على السي او 2 والاكسجين. فلاحظت ان العيان ده هايبوكسيك هايبوكابنيك، سي او 2 بتاعه 20 طبيعي من 35 45، فيبقى كده هايبوكابنيك. الاكسجين 45 طبيعي من 60 ل 100، يبقى العيان ده هايبوكسيك هايبوكابنيك، العيان ده بالمونري كلاسيك، كلاسيكيه بالمونري امبوليزم. طيب نظرا ان هو عنده بالمونري امبوليزم وعنده السي او 2 واطي والاكسجين واطي، يبقى السؤال هو ليه العيانة دي عيان ده الكالين؟ العيان الكالين يعني السي او 2 قليل، فدي ريسبيراتوري الكالوز، السي او 2 قليل، بيكرب تانية تحت عادي، وده ماشي مع ان الكيدني سليمة. ما انا كنت برضه اي عيان، وخلي بالك هو لو يعني لو عين كيدني ودايبيتك نفروباسي ولا حاجة، لو دايبيتك كيدني ديزيز بيميل اخطر لليوريميا، بس هو عيان الكالوتيك. طب هل هي ده كنت بفكر انها دايبيتك كيتو ازيدوز سعين الكالوتيك، فهو ده غالبا من بربونو امبليزم. فدي كانت الحاله. الشيء الغريب ان الحاله دي كانت موجوده في الطوارئ، والدكتور بتاع الطوارئ سابها تمشي، فحبيت ان انا اقولها لكم يعني.